ما مقدار إطعام المسكين؟ وهل إذا اشتريت ربع دجاجة مع الأرز يعتبر إطعام؟ إطعام المسكين ما يشبعه، إطعام المسكين ما يشبعه غداء أو عشاء، إذا قدمت له الطعام الجاهز بقدر ما يشبعه. وأما إذا قدمت له الكيل نصف صاع، إذا قدمت له الكيل فإطعام المسكين نصف صاع، يعني كيلو ونصف من الرز أو غيره.